وصلت قوات النخبة الشبوانية إلى منطقة نمرة الحدودية بين محافظتي شبوة والبيضاء في اليوم الثالث لعملياتها العسكرية الجبال البيضاء الهادفة لتثبيت الأمن وطرد مسلحي القاعدة بإسناد من قوات التحالف العربي. وتقع منطقة نمرة ذات الجبال الوعرة ضمن مديرية مرخى السفلى التي كان تنظيم القاعدة يصنع فيها عبواته الناسفة ويستخدمها ضد قوات النخبة قبل دخولها. هذه المنطقة التي كانت معقل العناصر الإرهابية وكانت مطابخ القاعدة من هذا المكان تستهدف جنود النخبة، وإحنا اليوم في هذه المنطقة أمناها بفضل الله وفضل هؤلاء الجنود، والنخبة الشبوانية مستمرة في التقدم في تحرير المناطق الفاصلة بين شبوة والبيضاء. ومنذ انطلاق عملية الجبال البيضاء استطاعت قوات النخبة تأمين ثلاث مناطق تتمثل في نصاب ومرخى العليا والسفلى، وشرعت قوات النخبة الشبوانية في إنشاء مواقع عسكرية لها. اليوم تمت السيطرة على منطقة خورة بالكامل، وانتشرت قوات النخبة بعدد من النقاط، وذلك الانتشار مع قوات النخبة الشبوانية بدعم من دول التحالف العربي، وسيطرت على الجبال في الجبال التي محادة بين أبين وشبوة وبين أبين والبيضاء، ولازالت العملية مستمرة لتطهير ما تبقي من هذه العناصر الإرهابية. انتشار قوات النخبة الشبوانية لتعزيز الأمن والاستقرار في مديريات نصاب ومرخى العليا والسفلى قوبل بترحيب رسمي وشعبي واسع، لكون العملية العسكرية تسعى إلى طرد جماعات إرهابية ستحد من الخطر الذي يشكله التنظيم على قراهم. نحن نهيب النخبة الشبوانية وتشريفها إلى منطقة خورة، والمنطقة هذه ذات أهمية من نواحي عديدة، فأهلا وسهلا بهم. ولعبت قوات النخبة الدور الأبرز في تأمين الطرقات الرابطة بين شبوة وبقية المحافظات المجاورة التي ظلت سنوات تعاني عمليات السطو والإجرام.